تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من فضائية صلاح الدين. نتولى على تقديمها أنا نور النعيمي وزميلي عبيد الشريف. أهلا نور وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. أحيا ملايين الزائرين من المحافظات العراقية كافة ومن دول العالم المختلفة ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء. المشاركون في هذه المناسبة أكدوا أن على العراقيين استلهام العبر والدروس من هذه الحادثة الأليمة على قلوب المسلمين، وأن يجعلوها نهجا لهم في الوحدة بين جميع مكوناتهم. كما دعوا السياسيين إلى عدم التباكي على هذه الذكرى فقط، بل السير بخطى الإمام الحسين وصحبه الكرام عليهم السلام من أجل الارتقاء بواقع البلد والنهوض به من خلال خدمة شعبه وتحقيق تطلعاته. من جهتها قامت القوات الأمنية بتشكيلاتها وصنوفها كافة بتوفير الأجواء الآمنة للزوار، والتي تكللت بنجاح زيارة الأربعينية دون تسجيل أي حادث استهداف للزائرين.